السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة آية نمبر 234. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سب کی پینسل ساتھ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا دیکھیں اگر بیٹھنے کی پوزیشن ٹھیک ہوگی نا تو کانسنٹریٹ صحیح کر سکیں گے. ریلیکس ہو کے بیٹھیں. پھر سے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا پھر سے پڑھیں گے. سانس لے کر اور زبر کو لمبا نہیں کھینچیں گے. اونچی آواز سے جی. یتربصن بأنفسهن پھر سے یتربصن نون کے پر جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کھینچے. پھر سے یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا مارک کر رہے ہیں سب. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فعلن في أنفسهن بالمعروف ایک ایک حرف کو واضح کر کے فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم ما عرضتم به فيما عرضتم به را کے پر کیا ہے تشدید اس کو مارک کر لیں من خطبة النساء من خطبة النساء فيما عرضتم به من خطبة النساء
النساء أو أكننتم فيما عرفتم پھر سے پڑھیں گے. جو حرف آپ کے منہ سے نکل رہا ہے اس کو توجہ کرنی ہے. یہ مت دیکھیں اتنا لمبا ہے تو اس کی ٹینشن ہی ذہن پہ سوار کریں. پہلے سانس لے لیں اور پھر شروع کریں ایک ایک حرف کو واضح کرتے ہوئے. جی او اکننتم فی انفسکم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله عقدة النكاح حتى عقدة النكاح حتى عقدة النكاح حتى دیکھیں نکاحی نہیں ہے نکاحی. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يبلغ الكتاب أجله يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 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 واعلموا أن الله غفور حليم غفور حليم غفور سيء غلط غفور جی رن یوں نہیں پڑھنا پھر سے پڑھیں واعلموا مارک کیا سب نے لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما
ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أو تفرضوا لهن فريضة. أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسع موسعين ها اسی طرح سے ہوا على المقتری مقتری را کے آگے یا نہیں ہے تو اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے وعلى المقتری بس پھر سے پڑھیں اس کو ومتعوهن مارک کر لیں پہلے اس کو اور اب پڑھیں ومت متعوهن على الموسع قدره جو لوگ نہیں پڑھ رہے وہ کیا سوچ رہے پھر سے على الموسع على الموسع قدره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي إلا أن يعفون أو يعفو الذي أو يعفو الذي أو يعفو الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى پھر سے پڑھیں دھیان سے وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتوفون یا پہ جو پیش ہے اس کو واضح کریں پھر سے والذین وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وصية لأزواجهم متاعا لكن وصية نيها وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم
اگر اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. کوشش کریں کہ اونچی آواز سے ضرور پڑھیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ایک اور دعا بھی مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق دے جو اس کو پسند آ جائے، جو اس کی مرضی کے مطابق ہو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.